عايزه انزل بسين يا ماما، انا عايزه انزل بسين. جوليا انا عايزه البس بنطلون بسرعه. اطلع فوق دلوقتي مش عارف شتا عندك الحضانه، قلت لك اطلع فوق بسرعه. طيب حاضر حاضر يا بابا. طب ما تزقش ماما. ماما وانتي بجد فعلا هتروحي تشتغلي وتسيبيني هنا لوحدي؟ اه يا حبيبتي معلش انا اسفه جدا، لازم اروح بقى اشتغل واشوف مستقبلي وهجيبلك بقى هنا بيبي سيتر ناني تيجي تقعد معاكي وهتكونوا هتنبسطوا انتوا الاثنين جدا وهتكونوا صحاب. ايوه ماما بس انا مش عايزه اقعد انا مع واحده ما اعرفهاش، انا عايزه اقعد معاكي انتي. انا زعلانه قوي يا ماما. ما تقلقيش يا حبيبتي، هي بس كام اسبوع لحد ما ادخلك الحضانه. لا يا ماما انا مش عايزه اقعد لوحدي، لا انا مش عايزه اقعد انا مع ناني، انا بحبك انتي يا ماما عايزاكي تقعدي معايا. معلش يا اما. طب يا مارتن ساعدني، طيب اعمل ايه؟ انا هتجنن، لازم انزل اشتغل عشان انا كده واخده اجازه بقالي كتير قوي. ماما ماما تنزل تشتغل وتسيبني لوحدي؟ يا لا اهم بطلع يا حبيبتي ما تلاقيش. كل حاجه وليها حل. لا لا ماما تنزل تشتغل وتسيبني لوحدي. خلاص طيب ما تلاقيش، ما تضايقيش نفسك، ان شاء الله نلاقي حل للموضوع ده، انا مش لاقيه له حل خالص. طب خلاص يا اما عايزاني ما اشتغلش؟ يا عيني ماما عايز تنزل تشتغل ومش عارفه تسيب اما مع مين. ممكن تسيبيها لي انا واخد منها فلوس. اما حبيبه ماما. لا يا ماما انا زعلانه قوي ومش عايزه ان انا اكلم معاكي. طب خلاص عايزيني ان انا اقعد من الشغل وما اشتغلش وافضل قاعده جنبك واكون مامي مش سعيده؟ لا خلاص يا ماما انتي اشتغلي وانا هشوف بقى، هحاول اتاقلم مع الست الجديده دي. الحمد لله يا مورتن وافقت وافقت، هجيب بقى الناني دي تيجي تقعد معايا وانزل انا الشغل بقى. طيب ماشي على بركه الله، المهم بس ان هي تكون نفسيتها كويسه ونفسيتها ما تتعبش. لا لا هحاول ابذل اقصى جهد ان انا اجيب ناني كويسه. طيب ماشي اوكي، ربنا معاكي يا حبيبتي بقى، وتروحي تشتغلي كده وترجعي تاني لحياتك الطبيعية. اه لحسن انا كان بقالي كتير قوي قاعدة هنا في البيت لما خلاص تعبت. ماما انا اروح المدرسة. ماشي يا حبيبتي، المهم ان انتي تنبسطي وخلي بالك على نفسك اوكي. وانا كمان يا ماما رايح الحضانة، توحشيني جدا. ماشي يا حبيبي، وانت كمان خلي بالك على نفسك اوكي. طيب الحمد لله كده ولادي الاتنين راحوا المدرسة والحضانة، فاضل لي بقى الصغنونة دي. عايزة بقى ان انا اوديها حضانة حلوة، بس الاول اجيب لها بيبي سيتر. اما ايوه يا ماما. انا هنزل بقى عشان اجيب لك، هروح اشتغل. طيب ماشي يا حبيبتي اوكي، وانني هتيجي بقى النهارده عشان تقعد معاكي وهدورلك بعد كده بقى على حضانة تانية اوكي. طيب ماشي يا ماما هتوحشيني. باي باي يا ماما، وانتي كمان هتوحشيني قوي. الحمد لله بقى اروح الشغل. اهلا اهلا، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. هتاخدي بالك بقى من اما بنتي؟ اه طيب اوكي مفيش اي مشكله، ما تقلقيش عليها خالص. طيب بصي لو عايزه اي حاجه بقى قولي لي اوكي. طيب ماشي مفيش مشكله، انا هقعد العب معانا النهارده وابسط اخر انبساط. مش مطلوب عليكي اي حاجه خالص غير ان انتي تاخدي بالك منها، ولو في اي حاجه بقى كلميني على التليفون، انتي عارفه الرقم بتاعي. ايه ده ماما مشيت خلاص؟ انا زعلانه قوي واقعد لوحدي النهارده. طب اعمل ايه؟ انا مش عايزه اقعد لوحدي خالص. اهلا اهلا، ازيك يا اما؟ عامله ايه؟ انا الناني جديده. هاي ازيك، عامله ايه؟ انا زعلانه قوي عشان ماما راحت تشتغل. ما تقلقيش، بصي اعمليني ان انا زي مامتك بالظبط. تعالي اعملك بقى الكاكاو السخن اللي انتي بتحبيه وننزل ناكله تحت. طيب اوكي ماشي، حلوه فكره الكاكاو دي، انا بحب الكاكاو قوي. اوه الله، هاكل بقى كاكاو. بس يا خساره ما فيش معاه ولا بسكوت ولا كيك زي ماما كانت بتعمل لي. طيب خلاص مش مشكله، هشرب انا الكاكاو وخلاص. ممكن اقول لناني بقى دي ان انا عايزه افطر وتعمل لي فطار. عايزه تفطري ايه يا حبيبتي؟ لا مش عايزه افطر اي حاجه، انا عايزه اشرب الكاكاو وبعد كده العب بقى بره في البلاي جراوند. طب خلاص انتي خلصي اكلك كله الاول، بعد كده نطلع بقى ايه وشربي الكاكاو بتاعك، بعد كده نروح بقى الجنينه نلعب هناك اوكي. طيب ماشي اوكي، حلو الموضوع ده.
بتتحشر بالكاكاو، طعمه جامد جدا. طيب خلاص تعالي بقى عشان عايز تروحي البلاي جراوند. اه يا ريت نروح البلاي جراوند امتى؟ بصي اطلعي بس الاول نطلع نلعب شويه فوق لحد ما الدنيا الحر يقل شويه، بعد كده اخدك ونروح على طول. اوكي طيب ماشي اوكي. ايه يا كان نفسي مامي يكون معايا، انا بزهق جدا لما بكون لوحدي مش عارفه اعمل ايه. طيب اديني اهو قاعده بلعب اللعب بتاعتي. قوليلي بقى اسامي اللعب بتاعتك ايه؟ عندي بحب العروسه دي بلعب بيها، والزرافه والزيبرا، بكلهم بقعد العب بقى بيهم مع بعض. الله دول لذيذ جدا، ممكن اقعد العب معاكي وتعالي اخدك بقى البلاي جراوند. هي انا بحب البلاي جراوند قوي. طب يلا بقى بينا عشان نروح. اوكي انا جاهزه. خلاص احنا كده بقى خلصنا كل حاجه. طيب ماشي اوكي حلو قوي قوي قوي. يلا بينا نطلع على البلاي جراوند. ووهو انا بحب الملاهي ولعبتي جدا. يلا اجري بقى شوفي عايزه تتزحلقي ولا عايزه تتمرجحي. اه انا عايزه صراحه العب في كله، متحمسه جدا 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 لكله. طيب ماشي روحي يلا. شوفي عايزه تلعبي بايه، عايزه تلعبي بالزحليه، عايزه تلعبي بال العب بيه، صراحه كله شكله حلو جدا. اهلا يا شباب تعالوا بقى نلعب في الاوضه دي، الاوضه دي للكبار بس. ايه عايزين احنا نلعب بيها، نلعب بيها ما تقلقوش هتعجبكم جدا، لازم بس واحد يخش فيها والباقي يفضل قاعدين ساكتين. اوكي طيب ماشي اوكي انا ممكن ابتدي انا الاول. لا انا عايزه العب انا الاول. لا لا اخش انا الاول يا جماعه بتدور. طب وانا عايزه اخش انا كمان. طيب خلاص اوكي مش هندخلك انتي الاول. بنوتة الصغيرة اسمك ايه؟ اسمي ياما. طيب تعالي ياما عشان تخشي بقى في اللعبة دي، بس خلي بالك عشان دي صعبة عليكي شوية. لا ما تقلقش انا شاطرة جدا. طيب خلاص اوكي اخش العب فيها. ووو امسكي بقى ايدي وخشي بقى تنططي جوه شوية. الله دي حلوة جدا، بس وانا لوحدي مملة، ما تخلي العيال التانية يخشوا. اوه مش خطر عليها اللعبة دي؟ لا لا ما تخافيش مش خطر عليها خالص. واو كلهم قاعدين بيتنططوا في النطاطة، ايه ده دول هيدوسوا عليا؟ لا انا خايفة يدوسوا عليا، بس جميلة جدا. اه دوسوا عليا جوه، انا عايزة امشي. اه طب معلش معلش تعالي نرجع على البيت وانا هعوضك على اللي حصل لك ده. اه لحسن هما دوسوا عليا وحاسة ان انا عيني بقت زرقاء اصلا من كتر ما هما دوسوا عليا. طيب خلاص تعالي يا اما، انتي طيبة جدا 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 والحمد لله. هنرجع البيت واشرب الكاكاو بتاعي. اه اتعورت النهارده، كان يوم بجد صعب اوي واتبهدلت. معلش يا حبيبتي بس انتي النهارده كنتي لذيذه جدا، لعبتي كل عيال معاكي. اه انا عايزه انام شويه. اما بتنام؟ طب قوليلي عملت معاكي ايه؟ لا دي كانت كويسه خالص، انبسطنا جدا انا وهي النهارده ورحنا البلاي جراوند وبعدين نلعب هناك. ايه ده ما زعلتش ان انا روحت الشغل؟ قالت لي لا هي زعلانه بس مبسوطه ان انتي بتشتغلي وتكوني مبسوطه. الله انا كنت طول عمري عارفه ان اما بنتي دي طيبه جدا جدا وحنينه قوي قوي قوي.